السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخواتي. اليوم راح نخدم معكم وريدة المروحة. هذه الوريدة تقدري تشبهي بها الدراوات ومخايد العروس، كذلك تقدري تخدمي هذه الوريدة بعدة ألوان بالخيط تاع السلك تشبهي بها الربة تاعك، يجيك صدر كروشي روعة. أنا خدمت هذه البياسة، هذه الوريدة خدمتها بالخيط رقم 16 الكروشي رقم 18. هذه الوريدة شوفي كيفاش تجي معك، تجي كيما هكذا. يجو هنايا عندنا أعمدة هكذا خارجين هكا كيما هكذا. نبداو على بركة الله. انا اليوم راح نخدم معكم بالخيط الخشين هذايا الاصفر وكروشي رقم 20.06. اولا نبداو ندير العقدة تاعنا هكذا. دوكا نديرو سلسلة فيها 13، 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 هكذا. نرجعوا لبداية العمل تاعنا، نحكم منزلقة نقفلو. دوكا واش راح نديرو؟ نديرو عوينة وحدة ونديرو ماي صيغي. 1 2 3 4 5. دوك انا راح ندير 24 ماي صيغي، نعاود نرجع لكم. انا اخواتي بعد ما درنا 24 ماي صيغي دوك راح نقفل العمل تاعنا. نروح البدايه هنايا ندخلوا نجيب العمل منزلقه كيما هكذا. دوك واش راح نديروا؟ دوك نروحوا نديروا سلسله فيها 3، 1 2 3. دوك نزيدوا سلسله فيها 7، 1 2 3 4 5 6 7. نلفو الخيط على الكروشي كيما هكذا ونحسبو. شوفي نبداو نحسبو 1 2 3 4. هنا في 4 ماي صيغ الرابعة ندخلو نجبدو الخيط نديرو عمود كيما هكذا. نزيدو سلسلة فيها 7، 1 2 3 4 5 6 7. نلفو الخيط على الكروشي ونحسبو 1 2 3 4 هكذا. دوك انا راح نكمل العمل تاعي كامل كيما هكذا. نخدم عمود 7 سلسله فيها 7 وعمود حتى نكمل العمل تاعي اللي هنا في الاخر، نعاود نشارككم. هنا اخواتي راني في اخر العمل، يعني واش كنت ندير؟ كنت ندير عمود وندير سلسله فيها 7 والاسفل نحسب 4 ماي صيغي وندير العمود هذايا اللي موراه. يعني انا دوكا راني في الاخير ندير سلسله فيها 7، 1 2 3 4 5 6 7. دوكا واش ندير؟ نحسب في الاسفل، نحسب 1 2 3 4. دوكا واش ندير؟ نروح للسلسله هذه اللي طلعت فيها في الاول بسلسله فيها 3، 1 2 3. هنا ندخل ونقفل منزلقه، نلبس الخيط هكذا كيما هكذا. يعني دوكا شحال من فراغ عندنا؟ عندنا 1 2 3 4 5 6، عندنا 6 فراغات كيما هكذا. دوكا واش راح نديرو؟ دوكا نديرو وينه هكذا، ندخلو الفراغ هذايا الاول سلسله فيها 7، نديرو ماي صيغي وحده، 2 3 4 5 6 7 8. نجبدو شويه الماي صيغي باش يبقى لنا البلاص. 9 10 11. نديرو 11 ماي صيغي هكذا كيما هكذا. دوكا واش نديرو؟ دوكا نديرو سلسلة فيها 2، 1 2. نقلبو العمل تاعنا، نخلو هذه العوينه الاولى هنايا ونروحو للثانيه هنايا، ندخلو نجبدو الخيط ونديرو ماي صيغي، 2 3 4 5 6 7 8 9 10. درنا 10.
دوكا واش نديرو؟ نديرو السلسلة فيها اثنان، واحد اثنان، نقلبو العمل تاعنا مرة أخرى، نخلو العوينة هذه الأولى هنايا، نروحو للثانية هنا ندخلو، ندير واحد اثنان ثلاثة ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة، نديرو تسعة هنايا. دوكا واش نديرو؟ سلسلة فيها اثنان، واحد اثنان، نقلبو العمل تاعنا، نخلو العوينة الأولى، نروحو للثانية، نحسب واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة سبعة ثمانية، نديرو سلسلة فيها اثنان، واحد اثنان، نقلبو العمل مرة أخرى، نخلو العوينة الأولى، نروحو للثانية، نحسب واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، نديرو سبعة. دوكا نزيدو نديرو سلسلة فيها اثنان، نديرو سلسلة فيها اثنان، واحد واحد اثنان، نقلبو العمل تاعنا، نخلو العوينة الأولى، نروحو للثانية، نحسبو واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة، نديرو سلسلة فيها اثنان، واحد اثنان، نقلبو العمل تاعنا، نخلو عوينة ونروحو لموراها، ندير واحد اثنان اثنان ثلاثة أربعة خمسة، نزيدو سلسلة فيها اثنان، واحد اثنان، نقلبو العمل مرة أخرى، نخلو العوينة الأولى، نروحو للثانية، واحد اثنان ثلاثة أربعة، نديرو سلسلة فيها اثنان، واحد اثنان، نقلبو العمل، نخلو العوينة الأولى، نروحو لموراها، واحد اثنان ثلاثة، نديرو سلسلة فيها اثنان، واحد اثنان، نقلبو العمل تاعنا، نخلو العوينة الأولى، نروحو للثانية، واحد اثنان، نديرو سلسلة فيها اثنان، واحد اثنان، نعاودو نقلبو ونديرو عوينة وحدة، هاك سما دوكا كملنا الوريقة الأولى كيما هكذا. شوفي هاك نطلع معاها بتدرج هنا أخواتي. بعد ما كملنا حنايا المرحلة الأولى، دوكا نروحو المرحلة الثانية. المرحلة الثانية اللي هي نخدمو هادوما الأعمدة اللي فوق الوريقة، هادو هكذا، هادو الأعمدة اللي فوق الوريقة. دوكا نشدو العمل تاعنا، دوكا نديرو عمود بعشر لفات، يعني واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة، نحسبوهم يطلعولنا عشرة. دوكا شوفو، نروحو نخدمو العمل تاعنا باش نخدمو هادو الوريقات، نروحو لهنا. شتي هنايا؟ شوفي هنا المايسيغي، بدينا حنا درنا المايسيغي، ومن بعد درنا سلسلة فيها ثلاثة، وبدينا نخدمو هنايا في المايسيغي، هنا في الأسفل وين عندنا العمود هذا اللي طلعنا به، يعني نروحو شوفي، نروحو مباشرة، نروحو لهذا العمود هنايا هكذا، ندخلو نشدو الخيط، نطلقو بزوج خيوطة، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة، هنايا نحبسو، كي نديرو عمود بست لفات نحبسو. دوكا واش نزيدو نديرو؟ نديرو كذلك عمود بست لفات في نفس العوينة، نحكمو واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة، نعاودو نرجعو لنفس النقطة هنايا، ندخلو نشدو الخيط، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة
ستة، نزيد كذلك واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة، نعود نفس المايسيغ اللي دخلنا فيها، نزيد ندخلو ونشبتو الخيط هكذا، نحسب واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة، نزيدو كذلك عمود رابع واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة، نديرو كذلك عمود رابع ثاني في نفس العون، هادو كامل في نفس المايسيري، نجبدو الخيط نحسبو نبداو نضربو بزوج خيوطة واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة. دوكا درنا أربع أعمدة، كل عمود بست لفات كيما هكذا، دوكا نلمهم كامل مع بعضاهم هكذا. دوكا واش نزيدو نكملو العمل تاعنا، نقفلو واحد اثنان ثلاثة أربعة، ونقفلو العمل تاعنا، يعني هذا عمود بأربع لفات وفي الأسفل بستة. دوكا واش نديرو؟ دوكا هنا بعد ما كملنا هذه المرحله دوكا نديرو غرزه تاع بيكو واحد اثنان ثلاثه، نرجعوا لهنا نشدوا الخيط نقفلوها بمنزلقه هكذا، نعاودوا نشدوا نقفلوها بمنزلقه، نديرو سلسله فيها اثنان واحد اثنان. دوكا نهبطوا بالعمل تاعنا من الجنب هنايا، نجبدوا بمنزلقه هكذا واحد اثنان، ونهبطوا بمنزلقه هكذا، نهبطوا وحدة بوحدة، دخلوا نجبد الخيط نزيد واحد اثنان هكذا، نزيد واحد واحد اثنان نهبطو معاها وحدة بوحدة حتى الأسفل واحد اثنان واحد اثنان واحد اثنان، نهبطو غير وحدة بوحدة درجة بدرجة، نزيدو واحد اثنان، راني يعني في الأخير هنايا، هنا في الأخير نروحو لهنا العمود هدايا، ندخل ونجبد الخيط والمنزلقة كذلك هكذا، ومن بعد ندير عوينة كيما هكذا، ومن بعد واش ندير؟ ندير مايسيغي، ندخل السنسلة الثانية وندير 11 مايسيغي، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية، نجبدو شويه المايسيغ تاعنا باش يبقى لنا البلاص، 8 نزيدو 9 10 11 كيما هكذا 11، نعاودو واش نديرو؟ نديرو سلسله فيها 2 باش نطلعو الصف الثاني، واحد واحد 2، نقلبو العمل نخلو عوينه نروحو للثانيه هكذا ونخدم ونكملو العمل تاعنا عادي كيما هكذا. يعني هنايا درنا عمود اولا بعشر لفات، خدمنا ستة هنا والربعة طلعنا بهم، كلمينا العمل تاعنا مع اربع اعمدة، يعني خدمنا عمود ست لفات ستة ستة ستة، من بعد لميناه مع بعضهم، بعد خرجنا بهم، ومن بعد في الاخير هنا خدمنا غرزة تاع بيكو قفلناها بمنزلقة وهبطنا هنا بالسلسلة اثنان، نديرو سلسلة فيها اثنان ونحكمو درجة بدرجة، نهبطو بها حتى الاسفل هنايا ونعاودو ندخلو نخدمو العمل تاعنا هنا عادي. تسمى العمل تاعنا دوك، انا واش راح ندير؟ راح نخدم هذه كامل، كي نعود باش نخدم هذه الوريقه نعاود نرجع لكم. هنا اخواتي دوك انا كملت هذه المرحله الثانيه، دوك واش راح ندير؟ راح نخدم الاعمده، نحسب واحد اثنان ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعه عشره. شوفي دوك نرجعو هنا، شوفي العمود هذا اللي شوفي الثاني الاول خدمنا فيه الوريقه، الثاني ثاني نزيدو نشدو العمل تاعنا، شوفي نروحو مباشره عشرة، نروحو نحكمو العمل تاعنا في العمود
في نفس المايسير اللي فيها العمود. هكذا نبدأ نخدم، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة، نزيد كذلك واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة في نفس العوينة كذلك هكذا، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة، نزيد واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة ستة، نعود ندخل في نفس المايسيغي نخدمه، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة، العمل تاعنا رانا ما نقفلوش فيه، نخلوه مفتوح هكذا، نزيد واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة، هذا العمود الأخير في نفس المايسيغي ندخلو اللي طالع فيها العمود، واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة، نلموهم كامل مع بعضهم هكذا هكذا. دوكا نبداو نخرجو بالعمل تاعنا، واحد اثنان ثلاثة أربعة، ونقفلو العمل تاعنا وبعد نخدمو هكذا. شوفي كيما غادي يطلع معنا العمل هكذا، تسمى دائما نخدمو في العمود. شوفي هنايا المايسير، هنا كي كملت المثلث هنايا، كي جيت نخدم الأعمدة خدمت في العمود الأول هنايا أو هنايا في الأسفل من الخلف أو هنايا، ومن بعد كملت العمل تاعي، كي كملته جيت لهنايا خدمت الوريقة هذه، كي جيت نخدم الوريقة هذه تاع الأعمدة هنايا رحت للعمود الثاني، يعني كي نخدم هذا كي نخدم الوريقة الثالثة هنايا نروح للعمود هذا الثالث، يعني دائما العمل تاع الأعمدة نرجع به للخلف كما هكذا. دوك انا نكمل العمل تاعي هذا بنفس الطريقه، نعاود نرجع لكم. هنا اخواتي كملت انا الوريده تاعنا، ورده المروحه هذه، شوفي كيفاش تجي معنا هكذا، شوفي هذه الوريقه وهذه هذو الاعمده تاعها، شوفي جو خارجين هكذا من الفوق هكذا، هذا هو العمل تاعنا. هذه الوريده قلنا تجي تبحي بها، تقدري تبحي بها دراوات المخايط، تقدري تخدمي بها ستر كروشي كذلك، تبحي بها الربة تاعك. في الاخير اخواتي هذا هو العمل تاعنا تاع اليوم، اذا عجبكم العمل تاعنا تاع اليوم ماذا بكم داموني بالاعجاب والاشتراك. كانت معكم دعاء الرحمن، الى اللقاء والى الملتقى اخواتي.